لو الحكاية فيها إن فيتو رحم مش انتوا طبعا يعني ناس الوحشة اللي احنا عايزين نبلغ عنها ويقوموا رامين جواها مخلفات ولما احنا يرموا جواها حاجات توقفها نضطر احنا نسلكها مية او نفتح مية لما نلاقي الحفظ بيتنا اتقفل نتيجة لان احنا اسألنا استخدامه او رمينا فيه شوية سمنة او كده ونفتح مية زيادة عشان نعمل ايه نسلكه يعني احنا عمالين ننزل مية او نضيع مية علينا بشكل رئيسي. في نفس الوقت مثلا اسكندرية ربنا كرمها ان فيها مطر ما خدناش المية دي ورميناها في التلع عشان تتحول لمية شرب. احنا اكتر حاجة عرفنا نعملها عشان الشارع يمشي ان احنا نرميها في البحر رغم ان الدنيا كلها بتعمل ايه؟ بتعيم المية. يعني انا شفت مرة في امريكا كانوا عاملين حاجة اسمها السد العالي زي السد العالي اللي عندنا. السد العالي اللي عندنا هنا فين؟ في اسوان. فهم عاملين السد العالي ساعة ما انا شفته ما كانش فيه ولا نقطة مية باعتبار ان المطرة اللي هتنزل هتملى السد. ومرة ودونا كده قالوا لنا تعالوا روحوا هنتعشى على النهر فرحنا لقينا النهر ده